مساء الخير عليكم. احنا النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن مشكلة برضو انا شفتها في فرع من فروع مراكز الخدمة اوتو 21 فرع مصر الجديدة. العربية بتاعت واحدة ست بنت ماشية بالعربية، طلعت بالعربية على الرصيف، هي العربية اللي ورانا دي، طلعت بالعربية على الرصيف وخلاص كل الجزء اللي تحت ده تقريبا الدغدغ. طيب المشكلة عشان ما نعملهاش دي ما لهاش حل، يعني علشان نقول لا والله احنا ما ينفعش ما نطلعش على الرصيف او ما نخبطش في طوبة على الارض او ما نلبس مطبات، طبعا ده مش هينفع نقوله لان كده كده هيحصل. طيب المشكلة اللي معانا النهاردة هي مش ان العربية اتكسرت اكتر من ان لا، ده هي خدت العربية وراحت لمركز خدمة او ورشة واتفق معاها على ان خلاص اللي بايظ عندك هو الفتيس، اتكسر من الخبطة فلازم يتغير، وفي شوية حاجات تانية بعد ما نغير الفتيس هنعملها. طيب التكلفة كام حضرتك؟ التكلفة قد كده. جه وقت الجد قال لها لا والله بعد بقى محل الفتيس خلاص بقى هيشتغل، ها واخدين بالكم؟ فخلاص جه قال لها لا والله ده الفتيس اللي انا كنت هجيبه لحضرتك في العربية مش هو الفتيس اللي انا كنت مسعره، فده حاجة تانية خالص، فبالتالي السعر هيختلف، فاحنا هنزود على الكوتيشن او على المقايسة اللي احنا عاملينها او على عرض الاسعار اللي احنا قايلينه هنزود عليه 10,000 جنيه مره واحده. طبعا الست جه في دماغها حاجتين، الحاجة الأولانية إن الناس بتغير كلامها ودي في حد ذاتها حاجة غلط جدا، إن أي حد يتفق معاك على حاجة وبعدين يغير كلامه ده معناه إن هو شخص غير أمين إن أنت تسيب له العربية بتاعتك. دي الحاجة الأولانية، الحاجة التانية إن هو شخص فتيس وافتكر إن الفتيس ده هو اللي المفروض يغيره وطلع إن مش هو ده اللي المفروض يتغير. ده معناه ان الشخص نفسه اللي عمل التشخيص مش فاهم في العربيه. العربيه اللي معانا هي رينو فلوينس، عربيه من العربيات الجديده، مش صعبه ان انت تحدد فيها نوع الفتيس اللي انت هتغيره ايه. هي على فكره بتاخد الفتيس السي بي تي الكهرباء عادي جدا من غير ما يعني اي بي سي. طيب خلينا بقى ندخل في الجد. طبعا الست قلقت جدا، خدت العربيه بدأت تدور على مركز خدمة تاني يكون محترم تقدر تأمنه ان هي تديله العربية ويكون فاهم في العربية كويس. اللي حصل ان احنا في المركز هنا الناس او مهندسة الاستقبال اخذت كل البيانات من صاحبة العربية، وقبل ما العربية تيجي المركز خالص خدت الفين نمبر او رقم الشاسيه بتاع العربية اديته لقسم المشتريات، وقسم المشتريات اخذ البن نمبر وتاكد ان العربيه دي بينزل معاها الفتيس السي في تي الكهرباء، فبالتالي يبقى التسعير هيكون على الفتيس السي في تي الكهرباء. بس
ندخل بقى بعد كده تم التسعير واتقال للست خلي بال حضرتك ان برضو لسه في حاجات تانية في العربية زي مثلا في كوبلن داخلي ده عايز يتغير، كوبلن شمال داخلي، التيرة بتاعة الموتور برضو واخدة خبطة وعايزة تتغير، بتنزل كمان زيت، بس مش هو ده اللي المفروض نبص عليه دلوقتي. لأ، اللي هيحصل ان خلاص صاحبة العربية وافقت على التسعير الخاص بالمركز وخلاص اتبعت جاب لها الفتيس اللي هيركب السي في تي الكهرباء اللي هيركب في العربيه دي. وخلي بالكوا ان برضو الفتيس ده لو انت هتجيب فتيس استيراد ركز قوي ان تبص على الحله بتاعه الفتيس، لو واخده سيليكون يبقى الفتيس ده يا اما كان على الارض او خلع او طالع يعني من عربيه او كان بايظ وتصلح وبيتباع على انه استيراد، لو ما فيهوش سيليكون خلاص يبقى انت كده الفتيس ده مقفول بحاجته زي ما هو، يبقى ده سيف ان انت تشتغل بيه. وده طبعا المراكز المحترمه بتراعي جدا في القصه دي. احنا النهارده العربيه دخلت امبارح يوم 6/8، احنا النهارده 7/8 والمفروض ان شاء الله ان شاء الله يعني العربيه صاحبتها هتعيد بيها في العيد، اللي هو العربيه هتخلص خلال اليومين الجايين دول بالكتير، الفتيس يجي النهارده بالليل يركب بكره، العربيه بعد بكره تتسلم على طول ان شاء الله. نتعلم من اللي احنا قلناه في العربيه دي ان انت لازم تكون بتتعامل مع مركز خدمه محترم، الكلمه ما بيرجعوش بكلامهم، ولازم يكونوا فاهمين وبيجيبوا قطع الغيار برقم شاسيه العربيه مش بالتاليف، لان هو ده اللي بيودينا في داهيه. العربيه دي مركونه صاحبتها ركناها بقالها 3 شهور بسبب ان الناس شخصوا غلط، وعايز اقول لكم طبعا فاكين فيها حاجات وفيها حاجات مش عارفين هي فين موال، كل ده لان انت رحت للمكان الغلط وما رحتش للمكان الصح. مركز خدمة لازم يكون محترم امين، سمعته معروفة وبقاله فترة كبيرة يكون شغال، وفي نفس الوقت بيدي ضمان على قطع الغيار اللي هو بيركبها، وبيلتزموا بالسعر اللي بيقولوا عليه وبيلتزموا بالمواعيد بتاعتهم، غير كده يبقى انت بتهزر. عربية زي دي مش مستاهلة كل الموضوع ده خالص، فتيس هيركب وبعدين بتشوف بقية الحاجات اللي بايظة وسلام عليكم. دي كانت معلوماتنا النهاردة، وده كان الفيديو الخاص بالعربية الرينو الفلوينس اللي واقفة او اللي على الكوريك ورايا هنا دلوقتي. نخلي بالنا واحنا ماشيين من الطوب ومن المطبات ونطلعش على الرصفة علشان ما يحصلش فينا زي اللي حصل في العربية دي، هندفع فلوس كتير وهنركن العربية اوقات اكتر لو مش بنوديها في الاماكن الصح. تابعوني دايما على كل قنواتي على السوشيال ميديا، اون تراك على اليوتيوب، اون تراك على بيكسلز، شريف ياسر اون تراك على الفيسبوك وانستجرام شريف ياسر اوفيشال، واشوفكم دايما على خير. سلام عليكم.